دولة السلالات العريقة، تاريخ مجيد يمتد على 6000 عام، ازدهرت خلاله الصين في حوض النهر الأصفر الخصب لتؤسس إحدى أقدم الحضارات في العالم. على خطى هذا الإرث الحضاري العريق، استطاعت الصين أن تنتقل إلى حقبة أخرى من الزمن، شعارها التطور والتميز في الطريق نحو المستقبل. المشهد الطبيعي في الصين يتنوع بين غابات وسهوب وصحارى في الشمال الجاف بالقرب من منغوليا وسيبيريا، والغابات شبه الاستوائية في الجنوب الرطب قرب فيتنام ولاوس وبورما. الصين أسرع اقتصادات العالم نمواً، حيث أصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع، ويعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قطاع الزراعة يحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة، ينتج أساساً الأرز والقمح والشاي، ويوظف أكثر من 300 مليون مزارع، ليضع الصين على رأس القائمة العالمية في هذا المجال. السياحة في الصين تعتبر من أكثر التجارب الممتعة والفريدة من نوعها، فالحياة هناك مختلفة تماماً، وهذا سوف يكسبك تعلم ثقافات جديدة وأساليب أخرى للعيش، بالإضافة إلى أن المعالم والأماكن السياحية لن تجد لها شبيهاً في كل مدن العالم. وضمن خططها لتخفيض بصمتها الكربونية، التزمت الصين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وإذا نجحت في ذلك فيمكنها بمفردها خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار ربع درجة مئوية مقارنة بارتفاعها المتوقع. على مدار 100 عام الماضية أبهرت الصين نهضتها العالم، إذ تحولت من مجرد دولة نامية إلى إحدى أقوى قوى العالم العظمى على جميع الصعد.